المشاهدون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة الشروق. وجه عضو مجلس السيادة الانتقالية الهادي إدريس يحيى، وجه مفوضية العمل الإنساني والجهات الحكومية ذات الصلة بالإسراع في توفير الاحتياجات الضرورية للمتأثرين من الحريق الذي حدث بمنطقة دون كيدريسا بمحلية السلام بولاية دارفور، وذلك يوم الخميس الماضي. ونشد الهادي خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس المفوض العام لمفوضية العمل الإنساني نجم الدين موسى عبد الكريم بحضور ممثل شرطة الدفاع المدني وممثل مفوضية السلام. نشد كافة المنظمات الوطنية والأجنبية والخيرين من أبناء السودان بالداخل والخارج بتقديم الدعم اللازم لتوفير مواد الإيواء والسلع الغذائية والاحتياجات الطبية والصحية للمتضررين من الحريق بالمنطقة. اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالية طاهر أبو بكر حجر على مجمل الأوضاع بإدارية حسكريتا بمحلية العتا بولاية شمال دارفور. وأشاد حجر لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس عمدة وقيادة حسكريتا بالدور الكبير الذي تطلع به قيادة الإدارات الأهلية في تقوية النسيج الاجتماعي بما يعزز السلام والاستقرار بالمنطقة. وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين قيادات الإدارات الأهلية لتذليل كافة العقبات والتحديات الداخلية التي تعترض سير تنفيذ العمل في المشاريع التنموية والخدمية بحسكريتا. تفقد نائب حاكم إقليم دارفور محمد عيسى عليوس عملية تأهيل مطار الضعين والتي تجرى على قدم وساق، وأبدى عليه ارتياحه لسير العمل في المطار مؤكدا دعم حكومة الإقليم لولاية شرق دارفور حتى يكتمل العمل بالمطار في القريب العاجل وفتح أجواء الولاية كل السودان ليتواصلوا مع أهلهم بالولاية. دفعت حكومة ولاية الخرطوم بدعم مالي إضافي لوزارة الصحة والمحليات لمواجهة الطوارئ الصحية المتعلقة بمحاصرة حمى الضنك والملاريا. وكشفت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بولاية الخرطوم في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس المناوب الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بشرى حامد، كشفت عن تواصلها مع القوات النظامية والقطاعات الخاصة عبر مناديبها الأعضاء في اللجنة لدعم جهود الطوارئ بوسائل الحركة. ووجدت اللجنة وعودا بانضمام القوات النظامية بآلياتها لحملة مكافحة نواقل الأمراض. تفقد والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة عبد الله تفقد سير العمل بمشروع إنارة الكبار والطرق الرئيسية بالطاقة الشمسية بكوبري كوستي، واستمع الوالي لشرح مفصل من الشركة المنفذة للمشروع عن سير العمل وفقا للمواصفات المتفق عليها. وقال مدير إدارة البناء التحتية والمرافق العامة في تصريح صحفي إن مشروع إنارة الكبار والطرق الرئيسية يأتي في إطار خطة الولاية في مجمل الأوضاع والتي تنمي إلى التنمية الحضرية بالمنطقة. المشاهدين الأعزاء، قدمت لكم موجز الأخبار من قناة الشروق. المزيد من الأخبار والبرامج يمكنكم متابعة صفحاتنا على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.